السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. تبارك الله عليكم والله يحفظكم جميعا. شكرا لكم على التعليقات ديالكم، على الدعم والمساندة. الفيديو ديال البارح كان أكثر من رائع، استضفنا فيه أحد أسرى الجنود المغاربة عند البوليزاريو أو بالأحرى عند الكبرانات، لأنه كما تبين واضحا جليا أن العسكر الجزائري هو من يعطي التعليمات وهو اللي كيدير كل شيء في المنظمة الإرهابية ديال البوليزاريو، وأنها مجرد كتيبة في الجيش العسكري الجزائري. إذا غادي ندخلوا، وقبل ما ندخلوا في الفقرات ديال اليوم بعجالة شديدة، وزير الخارجية ديال تونس اليوم رجع الجزائر، ماشي جا، حيت هو ولا غادي جاي، لا نافط ولا داير. تونس مع الأسف الشديد، كما نعلم أن كثير من الدول والمنظمات والعائلات وحتى الأشخاص نكارين الخير ونكارين الجميل، تونس على ما يبدو على أنها غادية يعني في خطى أو على خطى اللئام مع الأسف الشديد، وقد ينطبق عليها قول الشاعر: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. نعم، فالتمرد كيقدر يكون بالنسبة للئام تعطيه غير نابورت كوا ويقدر يتمرد عليك. تونس بعت الذمة ديالها، وهذا ما نرى الآن، والضمير كل شيء مقابل الغاز الجزائري، وهذا كما ربما تقدروا تتفقوا معايا على أن تونس لا تغني أو لا تسمن ولا تغني من جوع. بالنسبة لتونس الدولة الشقيقة، فهي ربما نقول أنها مغلوبة على أمرها، الإرهاب، الجوع، الفقر والفساد المالي الإداري، جميع أنواع الفساد. إذا نخليو تونس جانبا، وكما قال الحسن الثاني رحمة الله عليه: بين القرويين والقيروان توجد حديقة حيوان. فحديقة الحيوان وهي دولة الكراغلية جزائر هي المشكل، هي التي ننظر إليها نصب أعيننا، كما وصفتنا بالعدو الكلاسيكي، فهي قد جسمت شخصيتها، قد جسدت حقيقتها للعالم أجمع. إذا سيدتي وسادتي، ندخلوا في الفقرات ديال اليوم على شكل كوكتيل مع إلياس خفيف ظريف، وغادي نبداو الفقرة الأولى اللي جا فيها على خطى جزائر. البوليزاريو كترفض المشاركة في الموائد المستديرة حول الصحراء المغربية. شنو اللي واقع في هذه القضية هذه وبعجالة؟ في الوقت اللي كيستعد فيه ستيفان دي ميستورا الجولة ديالو الأولى باش يديرها في المنطقة، أثارت جبهة البوليزاريو الانفصالية، دارت عقبة جديدة كالعادة في مهمة مبعوث الأمم المتحدة الحالي إلى الصحراء المغربية، وعلنات هذه الجبهة عبر أمينها العام ابن بطوش أو إبراهيم الرخيص أو كما يسمونه، لأنه طبعا لا هوية له من اللي نقوله احنا أمين عام أو رئيس وكذا، ويضطر غير باش يداوى من كورونا يبدل الوراق ديالو التوبوتية والحماق والهبل والتسطية، فاحنا كنعرفوا على أننا كنلعبوا مع عصابة، مع مافيا. وقال على أن الجبهة لن تشارك بعد الآن في المائدة المستديرة، هذه المائدة المستديرة اللي أطلقها المبعوث السابق للأمم المتحدة الألماني هورست كولر. تل هنا واضح. إذا كترفض الجزائر، نقطة باش نفهمو كيفاش اللعبة دايرة، الجزائر كترفض باش تجلس على طاولة أو إلى طاولة المحادثات إلى جانب بقية الأطراف المعنية بنزاع الصحراء المغربية. وروسيا، روسيا كنعرفوا أنها كتبيع السلاح للجزائر بالمليارات، وعندها مصلحة كبيرة كذلك أنها تنافس أمريكا، وهناك حرب باردة في التعامل والنفوذ إلى إفريقيا. على كل حال هذا الشيء ربما معلوم بالضرورة. إذن روسيا
عبرات عبر الممثلين ديالها في الامم المتحده على انهم كيرفضوا الصيغه اللي جات بها المسوده ديال القرار الاممي، خاصه فيما يتعلق بالعمليه السياسيه. بخصوص هذه الفقره هذه علق البشير الدخيل، البشير الدخيل اللي هو خبير قانوني متتبع الملف في الصحراء المغربيه وكذلك قيادي سابق مؤسس الجبهه البوليزاريو الانفصاليه، المجموعه ديال الخوارج والكلاب الضاله، وهذه حقيقه وهذا هو التوصيف ديالهم حتى شرعا، عبر على مضامين تلك المقابله ديال بن بطوش، المقابله الاعلاميه كنقصد، وقال على ان والكلام اللي كنقولوه حنا يعني صافي لونغ تومبس، وحنا كنقولوه صافي لونغ تومبس بالفرنساويه، هي هذه يعني مده من الزمن. قال سيدتي وسادتي على ان بوليزاريو مجرد كتنفذ الاوامر والتعليمات ديال الجزائر، ديال يعني دوله اولاد الكراغله، وهذه حقيقه الاخوان والله ما كنسبوهم، انني قريت وبحثت وكل نهار كنزيد نبحث، وفعلا لقيت انه كلام ماكرون صحيح، وان الجزائر لم تكن امه في يوم من الايام، ولات بمفهوم الدوله ماشي بمفهوم الشعب، ولات حتى 62 بمعنى غير البارح، وكذلك اصحاب الارض الحقيقيين هما الشعب القبائلي، جمهوريه القبائل المحتله فهي صاحبه الارض الحقيقيه، وعلى ان الاتراك وغيرهم هما اللي سيروا، الفرنسيين فيما بعد هما اللي سيروا هذيك الارض، وهذيك الارض كانت مجرد يعني جزائر غير اللي دايز من تم، وها وها بحال اللي كيقولوا بحال المنطقه في المغرب، قولوا لي انا عرفت شكون اللي كيقول وها. المهم غنكملوا، قال نعم سيدي السيد دخيل على ان الجزائر هي اللي مسيره كل شيء، وهي صاحبه القرار، وما كاينش قرار مشترك ابدا ما بين البوليزاريو وما بين الجزائر، بمجرد ان الجزائر حاولت باش تتملص من المسؤوليه وقالت على انني ماشي جانب او طرف في القضيه، ولهذا غنسحب من الموائد المستديره. البوليزاريو حتى انتم انسحبوا، حتى هما قال لك غادي ننسحبوا. المهم صرح السيد دخيل في تصريح جريده هيسبريس، واشنو قال جريده هيسبريس الالكترونيه المعروفه، اشنو قال؟ قال أن البوليزاريو تفعل ما يريده حكام العسكر بالجزائر، ذلك أن الأحداث الأخيرة بينات على أن الجزائر هي الطرف الحقيقي في النزاع، من بعد ما انبهرت بالتقدم التنموي اللي كيحقه المغرب سنة تلو الأخرى، خاصة من حيث الاستقرار والأمن، وهذه حقيقة لا خيال. إذا نمشيو لفقرة أخرى، وقبل ما نمشيو لفقرة أخرى دائما نذكر على أن بين القرويين والقيروان حديقة حيوان، وكذلك نقطة غادي نوضحها وهي على التعامل مع إسرائيل، واللي غنهضروا في الفقرة الثالثة على الحدث ديال اللي بغينا نهضروا عليه اليوم. سمعتوا البارح التعذيب اللي تعرض ليه الأخ ديالنا اللي كان مسجون ومحتجز عندهم، وكنشوفوا كيفاش كيتعاملوا وكيتواطؤوا وكيتكلبوا آناء الليل وأطراف النهار على المملكة المغربية، وكيفاش كيستقويوا علينا حقيقة الاستقواء. لماذا؟ لأننا نتعامل مع إسرائيل وأمريكا ونتعامل مع من شئنا إلا صهاينة العرب المجرمين الكبرانات القتلة الدكتاتوريين ونحن أحرار. فالاستقواء لماذا؟ لأن لو كانت الجزائر محقة وترفع شعارات كلنا فلسطين إلا فلسطين إلا، حتى ولا كذا بعض الكلاب الضالة والأبواق المأجورة إلا الجزائر، وداك الشيء والدولار دايز بيناتهم كيف ما صرح وزير الخارجية السابق ديال تونس، واللي قال على أن كانوا الشناطي كيجيبوهم هادو ديال الجزائر ديال جارة السوء وكيفرقوهم على الدبلوماسيين باش يمشيو معاهم في الخطة ديالهم. إذا اللي بغيت نوصل هو ان الصهاينه الحقيقيين المجرمين التوسعيين اللي هما ما عندهم حتى علاقه بالصحراء المغربيه، وعلى انهم كينفذوا اجندات ايران وكذلك روسيا، اللي هما الحقد والحسد والبغضاء يعني غلف قلوبهم،
يعني على إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا صبحوا يعني صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وكيرفعوا الشعار ديال المسجد الأقصى وديال القدس وديال كذا. والله العظيم والله يا إخوان منافقون خلص. لأن شنو هي العلاقة ديال الكبرانات بفلسطين؟ حنا كنتعاملوا أحرار مع دولة إسرائيل اللي هي أفضل منهم بكثير وأفضل من دولة إيران بآلاف المرات وأفضل من الكبرانات المجرمين بملايين المرات قلبا وقلبا. هؤلاء المنافقون والله صدق قول الله فيهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أوضح الخبير على أن البوليزاريو صبحت في خبر كان لأن البروباغاندا اللي جاءت لها منذ 5 سنوات ما بقتش موكلة تشي حاجة. ولفت الانتباه على أن جبهة البوليزاريو باغية تضرب كل مخرجات مجلس الأمن الدولي عرض الحائط لكنها لا تتوفر على القوة المطلوبة باش دير هادشي. هذا يعني يخبطونا خبط عشواء. من تصب تميته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. وكذلك أوصى مجلس الأمن الدولي برجوع أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات. حنا باش كنحطوا كل شيء في الصورة فهمتوا الإخوان. يرجعوا لطاولة المفاوضات باش يحيوا العملية السياسية من بعد ما وقفات وجمدات 3 سنوات. وكيتعلق الأمر بكل من الجزائر والمغرب والبوليزاريو وموريتانيا. وبالتالي انسحاب أحد الأطراف أيا كان يا دولة جا زائر جارة السوء أو البوليزاريو أو أيا كان غادي يحطوا في مواجهة مباشرة مع المنتظم الدولي. أرى نمشي لخبر آخر بعجالة. إذن مباحثات اللي كتجمع رئيس بعثة المغرب بتل أبيب فاني كانتس وزير الدفاع الإسرائيلي كيف ما كنعرفوا جا المغرب ودرنا يعني عام سيدي داكشي اللي على بالكم اتفاقيات أمنية عسكرية و و و و و و ونفعلها مع من شئنا لأن هؤلاء هم أصدقاؤنا. والتاريخ قد أبان وأوضح على أننا ما عمرنا شفنا منهم شي شر. واش هذه الحقيقة أخوتي ولا ماشي الحقيقة؟ حنا نشوفوا غير الحقيقة. وكذلك كما قلناها مرارا أن أبناء هذا الوطن هناك في إسرائيل 1,000,000 مغربي. على كل حال ما محتاج نوضحوا هادشي حتى شي واحد. استقبل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس صباح اليوم الخميس مدير مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب السيد عبد الرحيم بيوض وذلك في مقر الوزارة وزارة الدفاع. إذن قال المسؤول الإسرائيلي في تغريدة درها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكتب لقد كان من دواعي سروري أن أستضيف اليوم رئيس بعثة المملكة المغربية في إسرائيل سيد عبد الرحيم بيوض. وحنا غادي نبقوا مع الحلفاء ديالنا وعلى العهد والوفاء مؤمنين على أن الله تعالى قال إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتعارف بين كل الأمم نعم، أما التقوى فمحلها القلب. وإذا ما نظرنا إلى قلوب الكبرانات والذين على شاكلتهم فما في القلوب يظهر في الأفعال، والأفعال فاقت أفعال الشياطين. إذن ناقشوا بجوجهم تفاصيل الزيارة التاريخية اللي قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي للمملكة المغربية الشريفة واللي نباتق عليها توقيع مذكرة الدفاع وقال على أننا تطلعنا إلى توسيع العلاقات الكبيرة بين بلدينا. هكذا قال المسؤول الإسرائيلي. نعم إخواني وأخواتي ضروري نذكر واحد النقطة. مثلا شفت بعض الإماعات بعض السفهاء كيحسبوا أنفسهم أذكياء ولكنهم حقيقة أغبياء. مثلهم غير لما نذكر بعض صحفي الجزيرة هذاك أتعس لا شرعي هذاك المجرم الخبيث هذاك الحطيئة اللي دار اللايف وطلع
قال لك المغاربه نشوف الراي ديالهم في زياره الوزير الدفاع الاسرائيلي للمغرب ونشوف الاراء والانطباعات ديالهم وما سمح لتا شي واحد بالسب. وطلع واحد العدد اللي هما عندهم اللهجه مغربيه. بالله وتالله كثير منهم بوليزاريو وهو يعلم من خلال كلامهم ومن خلال كيفاش كيقولوا الصحراء الغربيه، يعني عادي ما تقولش انطباع المغاربه، قولي انطباع الخونه والخوارج من البوليزاريو. كذلك طلع بعض التكفيريين، انا اناشد المسؤولين في المغرب الله يحفظكم وجزاكم الله خيرا حفاظا على امن هذا الوطن، كل من يطلع في مداخلات يعادي المغرب في هذه الاوقات العصيبه ويظهر يعني غضبا علينا وعلى مؤسساتنا وعلى حكامنا وعلى ولي امرنا، فهؤلاء انا ارى انه، وهذه غنعاودها للمره الثانيه، لماذا يعني اللي كنظن يعني اللي هما ماشي ساكنين في بلايص في الجزائر او مع البوليزاريو او كذا، اللي هما يعني كيتكلموا بعض الاغبياء من داخل بعض المدن وهم قليلون، كينطبق عليهم الفصل 182 من القانون الجنائي المغربي، لان بعض الكلاب الضاله الارهابيين والتكفيريين والخونه والجهل، لان الجاهل خساره يكون مغربي، واخو الجهاله بالحياه كانه ساع الى حرب بغير حسامي، بمعنى خساره بحال هادوك. انا والله ارى ان السجن والعقاب هو ما يجب ان يكون، لان هاد الفئه، اقصد هاد الفئه ديال الكلاب الضاله، بعض الناس يقدروا يسمعوا يتعليهم كلامهم صحيح، لو جالست اي احد فيهم اخواني واخواتي وتكلم ليهم على ما معنى البشريه وما معنى الادميه وما معنى الانسانيه وما معنى الامميه وما معنى الاسلام الحنيف وما معنى اليهوديه وما معنى، مع اننا لا نناقش عقائدهم او النصرانيه، ما معنى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ما معنى الرضا القلبي وما معنى التعامل الانساني وما معنى المعاهده اللي دار النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود وما معنى الصهيونيه واختلاف الفرق، يعني الصهيونيه لا المسيحيه ولا الصهيونيه كما كنقول العربيه والامازيغيه، واسوأ صهيونيه في العالم وهذا رايي انا هو الصهيونيه المجوسيه والكراغلية. اذا ربما مش ما نطولش عليكم سيداتي وسادتي، وغادي نرجع ان شاء الله الى بلاطوهات قناة إلياس نيوز قريبا. الله يحفظكم ويبارك فيكم ويحفظ بلادنا وملكنا من كل سوء، وعاشت المملكة المغربية الشريفة حرة أبية قوية. وقال الحسن الثاني رحمة الله عليه، مع من احشرنا الله في هذا الجوار، وقدر الله وما شاء فعل، ونخليكم على خير في أمان الله. أحبت الجزائر أم كرهت، فقد تم تصفية الاستعمار في الصحراء المغربية كليا، والصحراء المغربية عادت بشكل نهائي إلى المغرب.